هناك بعض الدول التي ما زالت تحافظ على العادات الرمضانية المتعلقة باستقبال شهر الصيام، وربما منها عادات غريبة لكنها في الأغلب عادات مبهجة وتدعو للتسامح والتأمل، لأن رمضان عندما يأتي يحمل معه دائماً الرحمة والغفران والبركات في كافة ربوع الأرض. في السودان يتم تدريب النساء على تجويد القرآن كل صباح، كما لابد أن يتم تجديد أواني المطبخ احتفالاً بقدوم الشهر الكريم. لكن أكثر ما هو غريب أن الإفطار يجب أن يكون جماعياً في ساحات واسعة، حيث تجتمع كل أسرة في ساحة واحدة للإفطار معاً. وفي أوزباكستان خروف على الإفطار، يتم التحضير لحفلات إفطار جماعية يتم فيها دعوة الأهل والأصدقاء والجيران، ولابد أن يذبح خروف على الإفطار ويقدم مع أرغفة الخبز كبيرة الحجم التي يجب أن تخبز بالمنزل ومع الزيت والحليب، ولا يهمل تحريض مائدة تشمل جميع أنواع الشاي الأسود. أما أندونيسيا، قرع الطبول تستقبل الحكومة الأندونيسية رمضان بمنح إجازة للطلاب في الأسبوع الأول منه للتعود على الصيام، لكن أكثر مظاهر الاحتفال برمضان هو قرع الطبول التقليدية المعروفة باسم البدوق. وفي ماليزيا تعكف الإدارات المحلية على تنظيف الشوارع عقب استطلاع هلال رمضان، وتقوم بنشر الزينة الكهربائية في الميادين الرئيسية احتفالاً باستقبال الشهر الكريم. ومن العادات الغريبة أيضاً حرص النساء على الطوف بالمنازل لقراءة القرآن ما بين الإفطار والسحور. وفي نيجيريا الإفطار المنفرد ممنوع، غير مقبول إفطار كل أسرة بمفردها، وكان لابد أن تجمع الأطعمة التي تم إعدادها في كل منزل، ويتم تقسيم الموائد أمام أقرب منزل إلى جزئين، أحدهما للرجال والآخر للنساء. لكن الأغرب هو حرص كل أسرة على استضافة أحد الفقراء يومياً على مائدة الإفطار كنوع من التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. وربما يمتلك شعب موريتانيا العادة الأغرب بين الجميع، حيث يحلق الرجال في موريتانيا رؤوسهم قبل الشهر الفضيل بأيام حتى يتزامن نمو الشعر الجديد مع نهاية الشهر، وتسمى هذه العادة باسم شعر رمضان، وتؤجل الأسر أعراسها إلى شهر رمضان تفاؤلاً به، على عكس ما يحصل في معظم الدول الإسلامية حول العالم. ومن أفضل العادات رغم صعوبتها هي العادة التي تقوم بها الشعب في موريتانيا، حيث يحرصون على قراءة القرآن الكريم كله في ليلة واحدة. وأيضاً يدأب اليمنيون بممارسة عادات رمضان بطلاء منازلهم قبل شهر رمضان كاستقبال احتفالي بقدومه، وتظهر بذلك اليمن بأبهى حلة وكامل استعدادها لقدوم شهر الخير، كما تنظم الإفطارات الجماعية في شوارع اليمن عند نداء الله أكبر لأذان المغرب يومياً، وتزدان الشوارع بأجمل الزينة إعلاناً بقدوم شهر الصوم، ويظل السهر حتى وقت السحور. هذه كانت أغرب عادات وتقاليد الشعوب في رمضان.